توضح الإدارة العامة للمرور عن استخدام الشوارع التالية لتنظيم حركة المرور خلال استضافة مملكة البحرين للقمة العربية 33، بما قد تستدعي الحاجة إجراء بعض التحويلات المرورية بشكل مؤقت. أولاً، في يوم الأربعاء 15 مايو ابتداء من 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً، ومن 4 مساءً وحتى 6 مساءً، سيتم استخدام الشوارع من تقاطع مطار البحرين الدولي مروراً بشارع خليفة الكبير، شارع الغوص، جسر الشيخ عيسى بن سلمان، شارع الملك فيصل، شارع الشيخ خليفة بن سلمان، شارع الملك عبد الله بن الحسين، لغاية داخل منطقة ضاحية السيف. أما يوم الخميس 16 مايو، فيمتد تنظيم الحركة المرورية على 3 فترات. الفترة الأولى من 9 صباحاً ولغاية 11 صباحاً، وتشمل أيضاً من تقاطع مطار البحرين الدولي مروراً بشارع خليفة الكبير، شارع الغوص، جسر الشيخ عيسى بن سلمان، شارع الملك فيصل، شارع الشيخ خليفة بن سلمان، شارع الملك عبد الله بن الحسين، لغاية داخل منطقة ضاحية السيف. والفترة الثانية من 12 ظهراً حتى 1 ظهراً، من شارع الملك عبد الله بن الحسين مروراً بشارع الشيخ خليفة بن سلمان، شارع الزلاق، لغاية دوار قصر الصخير. فيما ستكون الفترة الأخيرة من 4 مساءً لغاية 7 مساءً، حيث سيتم تنظيم الحركة المرورية على الشوارع من دوار قصر الصخير مروراً بشارع الزلاق، شارع الشيخ خليفة بن سلمان، شارع الملك فيصل، جسر الشيخ عيسى بن سلمان، شارع الغوص، شارع خليفة الكبير، ولغاية تقاطع مطار البحرين الدولي. ولتسهيل الحركة المرورية بإمكان المواطنين والمقيمين استخدام عدد من الشوارع البديلة، حيث أنه يمكن للقادمين من المحافظة الجنوبية والمحافظة الشمالية استخدام شارع الشيخ عيسى بن سلمان، شارع الشيخ سلمان، شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، كما يمكن للقادمين من محافظة العاصمة استخدام شارع الفاتح، شارع الحكومة والشوارع الداخلية. والقادمين من محافظة المحرق يمكن استخدام جسر الشيخ خليفة بن سلمان، شارع الحوض الجاف، شارع عراد، شارع ريا، وشارع الشيخ سلمان بالمحرق وجسر الشيخ حمد. كما يمكن لأهالي اللبسيتين والمناطق القريبة استخدام جسر الشيخ حمد، ولأهالي الدير وسماهيج وقلالي والحد والمناطق القريبة استخدام جسر الشيخ خليفة بن سلمان. وتدعو الإدارة العامة للمرور مستخدمي الطريق إلى المشاركة الفاعلة في إنجاح الخطة المرورية من خلال الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدر من رجال المرور ورجال الأمن لتسهيل حركة المرور.